الإحصاءات الاقتصادية. الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيمة المضافة لجميع الأنشطة الإنتاجية في أي إقليم اقتصادي. ففي عام 1970 كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي 3.3 مليار درهم. ومع التطور الكبير المحرز في الإمارة على مدى الأعوام الأربعين الماضية، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 909 مليار درهم في عام 2012، وبمعدل نمو سنوي مقداره 18.7% خلال هذه الفترة. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي على مجموع سكان الإقليم الاقتصادي. وفي عام 2012 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 390 ألف درهم. وفي عام 2012 بلغت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية 15.4 مليار درهم، وتم نقل 58% عن طريق البحر وحوالي 42% عن طريق البر والجو. وكانت الصين الوجهة الأولى لصادرات أبوظبي غير النفطية، حيث بلغت وارداتها من الإمارة قيمة 4 مليارات درهم عام 2012. وقد كان إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي 52 مليار درهم عام 2011، مقارنة ب 92 مليون درهم فقط عام 1962. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من أستراليا 6.2 مليار درهم عام 2011، تلتها المملكة المتحدة باستثمارات قيمتها 5.3 مليار درهم. مركز الإحصاء أبوظبي، إحصاءاتنا تثمر حلولاً وتقدماً.